شاهد أبو تريكة يعلق على فساد الاتحاد المصري وظلم منتخب مصر. شاهد أول تعليق من فينيسيوس جونيور عن محمد صلاح وعدم تواجد مصر في المونديال. السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. شاهد أبو تريكة يعلق على فساد الاتحاد المصري وظلم منتخب مصر. انتقد محمد أبو تريكة نجم الكرة المصري السابق تصرفات بعض لاعبي المنتخب المصري بعد الظهور في وسائل الإعلام عقب خسارة لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية أمام منتخب السنغال بركلة الترجيح. وشهدت الأيام الماضية ظهور عدد من لاعبي المنتخب في البرامج التلفزيونية بعد ساعات قليلة من خسارة اللقب الإفريقي. وقال أبو تريكة في تصريحات عبر قناة بين سبورتس القطرية: غير سعيد من لاعبي المنتخب الذين ظهروا في الإعلام والبرامج، انتوا لازم تحزنوا زي ما صلاح حزين. وأضاف: المركز الثاني لمنتخب مصر فاشل، احنا ما كنا في المركز الأول، والتاريخ لا يذكر إلا الأبطال، ومع تقدير الجهد المذول، ولكن لا يليق بلاعبي منتخب مصر الاحتفال بالمركز الثاني. شاهد أول تعليق من فينيسيوس جونيور عن محمد صلاح وعدم تواجد مصر في المونديال. أعطى النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزية نصيحة ثمينة إلى فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، وأبدى رأيه في المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قبل المواجهة المرتقبة ضد الفريق الملكي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال محمد صلاح في حواره لصحيفة ماركا الإسبانية: زيدان مدرب رائع، لقد فاز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا ويؤدي بشكل جيد للغاية مع الفريق، غادر وعاد لمساعدة الفريق في الفوز بالألقاب مرة أخرى. لقد كان أحد الذين أعتبرهم قدوة لي عندما كنت صغيرا، إنه يقوم بعمل رائع كمدرب. وعن نصيحتي لفينيسيوس جونيور لتسجيل الكثير من الأهداف مع ريال مدريد، قال صلاح: أعتقد أن ريال مدريد يجب أن لا يقلق على فينيسيوس، لم أكن قد ولدت هدافا، لكن كان علي أن أعمل بجد. أتذكر عندما كنت ألعب لبازل أنني لم أتمكن من تسجيل العديد من الأهداف حينها، ثم ذهبت إلى تشيلسي وفيورتينا، وفي روما عملت كثيرا مع السيد سباليتي. صراع فخر العرب حسام حسن يكشف ما يحتاجه محرز للاقتراب من مستوى محمد صلاح. تحدث العميد حسام حسن قائد منتخب مصر السابق عن أداء النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، ويعتقد الكثيرين مقارنات بين محمد صلاح ورياض محرز كونهما أفضل لاعبان في الوطن العربي. وقال المهاجم التاريخي للأهلي والزمالك حسام حسن في تصريحاته لصحيفة الهداف الجزائرية: محمد صلاح ورياض محرز لاعبان كبيران ومستواهما متقارب من حيث المهارات والسرعة، ولكن محمد صلاح قد يكون أسرع قليلا، بالإضافة إلى أن معدل أهدافه أكبر، إذا عمل محرز على تسجيل عدد أهداف أكبر سيكون هناك تقارب كبير بينهما. وثنائي صلاح ومحرز لديهما نواقص من الناحية الدفاعية، سواء صلاح أو محرز فهما من أفضل اللاعبين في العالم، غيابهما عن المونديال أثر على بريق كأس العالم، الجماهير المصرية والجزائرية كانت ستضيف فتة كتب عليها، كنا نتمنى تواجد صلاح والمنتخب المصري هنا، وكانت مصر تلعب بجانب منتخبات هولندا والإكوادور مع قطر إذا تأهلت، لكن السنغال أطاحت بها بركلة الترجيح بعد أن فازت إيابا بهدف دون رد وخسارتها بذات النتيجة ذهابا. يشار إلى أن المنتخب السنغال حرم المصريين من الفرحة مرتين في شهرين مطلع العام الحالي بعد أن توج بكأس أمم أفريقيا المقام بالكاميرون على حساب صلاح ورفاقه، وبلغ كأس العالم مجددا بعد الفوز عليهما. وتختتم لقاءات المجموعة بلقاء السنغال والإكوادور وقطر وهولندا يوم الثلاثاء المقبل. شاهد ماذا قال مدرب منتخب هولندا المخضرم عن غياب مصر عن المونديال. شهدت مباراة قطر والسنغال في نهائيات كأس العالم حضور المصري محمد صلاح نجم ليفربول، ولكن بشكل مختلف. وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم 2022 من 18 من كانون الأول المقبل، علما بأنها تلعب حاليا ضد السنغال ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى. وفي مدرجات ملعب الثمامة الذي يستضيف مباراة قطر ضد السنغال، قام مشجع مصري برفع لافتة عليها صورة محمد صلاح، وعلى اللافتة كتب المشجع المصري باللغة الإنجليزية، والحسرة تبدو في كلماته. ويبدو أن هذا المشجع اختار هذه المباراة تحديدا كون أحد أطرافه والمنتخب السنغالي الذي تأهل للمونديال على حساب نظيره المصري في التصفيات الأفريقية.
قرار عاجل من إدوارد ميندي ويعترف بالحقيقة بعد ظلم منتخب مصر. تشغل قصة حياة أسطورة كرة القدم المصري العالمي محمد صلاح الكثيرين، حيث قرر المؤلف هيثم عبد رب السيد والمخرج عمرو كمال تقديم قصة حياته في مسلسل أنيميشن تدور أحداثه حول قصة حياته، بداية من وجوده بنادي المقاولون العرب وصولا إلى نادي ليفربول وتحقيقه لأرقام قياسية وقيادته لمنتخب مصر، بالإضافة إلى تضحياته وهو صغير من أجل الذهاب إلى التمرين، وكذلك مساعدته دائما لأبناء بلدته، بالإضافة إلى الأشخاص من حوله من أصدقائه الذين شاركوه اللعب في طفولته. ومن المقرر أن تعرض أسرة المسلسل سيناريو العمل على محمد صلاح من أجل موافقته على القصة، حيث يسافر المؤلف في شهر يناير القادم إلى إنجلترا. وأعلن نادي ليفربول الإنجليزية عن قائمة اللاعبين أصحاب المبيعات الأكثر في القمصان خلال الموسم الحالي، وكشف النادي على موقعه الرسمي عن تصدر الفرعون المصري النجم محمد صلاح قائمة مبيعات قمصان اللاعبين في صفوف الليفر خلال الموسم الحالي، متفوقا على جميع نجوم ريدز، ما يؤكد تصدره المشهد الجماهيري لعشاق النادي الإنجليزي في جميع أنحاء العالم. مدرب منتخب السنغال يفجر مفاجأة من العير الثقيل عن منتخب المصري. يشعر ديان لوفري مدافع منتخب كرواتيا أن بطولة كأس العالم 2022 تفتقد لوجود زميليه السابقين في ليفربول المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني. صلاح لم يتأهل مع منتخب مصر بعد الخسارة ضد السنغال بركلة الترجيح، بينما استبعد ماني من المشاركة مع منتخب بلاده قبل أيام من انطلاق المونديال بسبب الإصابة. وقال لوفرين في تصريحات نشرتها جريدة مرور: صلاح وماني نجمان كبيران. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات. ما هو السبب الحقيقي وراء التعادل مع منتخب مصر في السنغال؟ لا تنسوا أن تشاركونا برأيكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.